بلاش نبر بقى، هو في لسه حاجة حصلت؟ لما حاجة تحصل نبقى نحكي. أنا يا دوبك قعدت معاهم قعدة واحدة والنهاردة القعدة التانية. يلا بقى يا جماعة عايزين ناكل. حاضر جايين. اتفضل قدامي. هات العيش. اتفضلي. أنا مش فاهم يا سلمى، مش تصحيني أسلم على فريدة؟ يعني أنا مكتوب عليا لا أشوف بنتي ولا أشوف بنت أختي. ليه؟ بنتك فين يا حمزة؟ مع مامتها عند اهلها، اصلها غضبانه، ابنك مبهدل بنات الناس معاه. والله ما انت فاهمه اي حاجه. انت اصبر عليا بس لما نخلص. لا يسامحك. اقعد حميل وانت عمياني. بس يا سلمى خلي اخوك يفطر. اه طبعا، يفطر ويروح يزوغ يرجع الفجر، بقالي يومين بحالهم مش عارفه اقعد معاه اقول كلمتين على بعض. هيبقوا ثلاثه، عشان النهارده بقى بالذات ربنا يستر. ليه؟ عشان اللي هيحصل؟ عرفت منين يا سلمى؟ عارف منين ايه؟ ده البلد كلها عارفه، ده الفيديو مغرق السوشيال ميديا. بس يا جماعه الهزار مش في الشغل خالص. وصلتوا الحاجه يا حمزه؟ لسه، بس في ناس بتقول ان في جريمه هتحصل يوم 24. هو حضرتك مش عارف كم الجرائم اللي بتحصل في البلد؟ كلام فاضي. لا يا حلو، مش كلام فاضي، وبالذات مع الناس دي عشان معلمين عليكم. انت مالك؟ انت بتتدخل ليه؟ اخواته بيتكلموا مع بعض، ايش حشرك؟ انا مالي ايه؟ يا جت عليا يعني؟ ما البلد كلها بتتكلم. دي حاجات خاصه ما تتدخلش. خاصه؟ خاصه ولا عامه؟ بس انت بقى بيدعي لاخوكي ربنا ينفخ في صورتهم ويفلحوا المره دي. لا بنفلح كل مره يا احمد. وبعدين سهل قوي تقعد تفتي كده وانت عمال تاكل. خد احشر احشر. جوز اختك بيهزر يا حمزه. حمزه قلت لك خد نشتغل معاك. أنا حللك كل الألغاز. الساعات دي غالي عليا يا حاج رياض. يا عم شوف اللي انت عاوزه واحنا عنينا ليك. ده كفايه انك جاي مع الاستاذ فهمي اللي خيره عليا وعلى عيالي كمان. ما تقولش كده يا حاج العفو. بصراحه وشهاده لله الاستاذ فهمي هو نعم الجار، بس انت كده يا حاج عدم المؤاخذه زعلتني منه. ليه بس يا استاذ منتصر؟ اصل اللي فهمته من كلام الحاج يعني انك بتدي ولاده دروس، وانا لما طلبت منك قلت لي لا. لا انا مش بدي دروس، انا ومين جاب سيره الدروس بس؟ هو أنا ما أقصدش يعني الدروس بالمعنى المتعارف عليه الجغرافيا والحساب والهندسة، لا هو بيحفظ أولاد القرآن بقاله طويل قوي وسلس. الله يحفظك. عارف عيبه الوحيد إيه؟ هو بيشجعش الأهل. الله، ما قلتلناش ليه يا أستاذ فهمي إنك زملكاوي؟ يا أستاذ منتصر واحد الله، الأهلي إيه وزمالك؟ مش معنى إنه ما بيشجعش الأهلي يعني بيشجع الزمالك. ما هو ممكن يكون محلاوي اتحاداوي
بس هو من النوع مش محددين للاسم ولا الجهة، محددين التاريخ بس. مظبوط يا فندم. رقم 3 اللي في النص ده ليه اي معنى؟ طب والسهم، السهم اللي على الشمال ده اللي رايح ناحية الشمال ما يوديناش في اي سكة؟ والله يا حمزة بيه انا مش عاوز اعشم سعادتك، ممكن يكون هيبقى فيه 3 ضحايا، او ممكن العملية اللي هتتعمل هتبقى الساعة 3، او 3 ده رقم المبنى اللي هتحصل فيه العملية يعني. مفيش أي حاجة معينة النهاردة؟ يعني تجمعات، حفلة مثلا، ندوة؟ عادينا شغالين يا فندم، مش ساكتين، مش هنسكت. احنا عاملين زي اللي بيدور على إبرة في قماش. متقلقش يا حمزة بيه، إن شاء الله ربنا هيكرمنا ونقدر نوصل لأي حاجة. ولو حضرتك جاتلك أي أفكار قول لنا عليها. مفيش وقت يا إكرامي، احنا لازم نحل اللغز ده في أسرع وقت. تمام سعادتك. عشان تحلكم. ألتراس هي فكرة مغرية طبعا، تمام يعني، بس الكلام ده فين في أرض الواقع؟ تمام فندم. رائد حمزة الصراف كان كلفنا بمراجعة ماتشات الدوري، بس للأسف يا فندم مفيش سعادتك. يا حمزة إذا كان الدوري من غير جمهور أساسا ومفيش أي ماتشات تثير حساسية، أنا عايز تقرير بكل الأماكن اللي محطوطة في خطة التأمين. تمام؟ تمام سعادتك. معلش بقى حمزه بيه، قلت منك المره دي. انت متاكد من اللي قلته جوه ده يا محمود؟ طبعا يا فندم، وبعدين احنا تربيه عمر بيه رمضان، فما عندناش حاجه بقى اسمها خيال وتوقعات، احنا بنشتغل على ادله ومعلومات بس يا فندم. لا يا شيخ، اول مصحف زي ما بقول لك. غريبه، مع ان تربيه عمر رمضان برضه، بس مربيني بقى على الخيال. يلا الله يسامحه بقى ضيعني. هو اخباره ايه صحيح؟ انا ما رحتلوش بقى لي فتره. زي الفل، كلها يومين ورجع من اول مكتبه ان شاء الله. ايوه يا اكرم، في موضوع كده مش عارف هيفيدك ولا لا. خير؟ النهارده في ماتش كره سله مهمه بين الاهلي والاتحاد السكندري. هيفيدني طبعا. فين؟ في الصاله المغطاه دلوقتي. يلا محمود. طب نبلغ سياده الهوا ابراهيم. صح. اتفضل يا باشا. انا معتتك على الجهاز. رب استر يا رب. غمضي عينيك، غمضي عينيك يا حب عمري، غمضي عينيك. الشارع كده يا حب عمري، مش انا بعمل حمام. غمضي عينيك. طب طب
خليك لك الناحيه الثانيه. لا تيجي ايه، خليك عندك بس غمضي عينيك، اعمل لك مفاجاه. اهو ظبط. اه على المفاجاه. المكنه امنيه. لا لا اوعى بلغ البوليس، ده معاه مسدس. والله العظيم انا بوليس، خليه يجي ياخدك من عند الاوبرا. بيقول لك تعالى خدني من عند الاوبرا. ما تقلقش عليا يا حب العمر. الله يخرب بيتك. خش يا ابني. الحمد لله على سلامتك يا حبيب، نورت بيتك. الله يخليك يا ماما. الحمد لله على السلام، نورت بيتك يا بطل. شفت شفت البيت منور ازاي؟ ولا يا محمد اسم ظهر اخوك. حاضر يا ماما. اسنده بشلته. يلا اقعد يا بطل. اسند مين بس؟ انت عايز اللي يسنده؟ انت مالك هتخسس كده؟ مفيش والله يا عمر، ضغط الشغل بس عليا كتير اليومين دول. بيهلكوهم في الشغل والله يا ابني. اهو النهارده مرجعينه بدري على الميعاد ربع ساعه بس، برضه مش هيعتقوه، هيجيبوه في الفجر الساعه 3. يا حاج ايه اللي رماك على المر؟ مر ايه ولد؟ مر انت هتشيلنا الهم؟ ما تقول الحمد لله على كل حال، احنا احسن من غيرنا بكتير. ربك هيفرجها ان شاء الله، والسياحه هترجع، هتوصل كمان ان انت تختار الفوج السياحي اللي تشتغل معاه. اسمع من بقك ربنا يا عمر. سيبك من الواد ده، خلينا فيك انت. الحمد لله على سلامتك، نورت بيتك يا قلبي. الله يسلمك يا ماما. مش قلت لكم هقعد معاكم شويه؟ اديني جيت اهو. نورتنا يا حبيبي. طب يا بطل بقى، بما انك جاي تعبان يعني محتاج ان انت تخش تريح شويه. لا لا يا نفي، سيبني قاعد معاكم شويه، انا تعبت من الرقده في المستشفى. الا بالمناسبه حمزه صاحبك فين يا ابني؟ بقى لنا مده ما شفناهوش. اترقى. اختي الف نهار ابيض، مبروك عليه. شكلهم هيعينوه مكاني. هو كان راسم على كده والله. اخص عليه، وانت اللي كنت بتعامله زي اخواتك عبد الوهاب الله يرحمه ومحمد. يلا بقى اللي حصل. ولا يهمك يا حبيبي، اوعى تشيل هم، اصل ما حدش بياخد رزق حد ابدا. ايوه كده يا عيونه، سمعينا الكلام اللي يفتح النفس. فكرتني بمناسبه الكلام اللي يفتح النفس، عايز اسالك يا واد يا عمر، ايه الاموره اللي قابلناها في المستشفى؟ ايه حكايتها؟ والله ما عارف يا ماما، ما عارفش تسأل عليا اصلا. ليه؟ طب ده انتوا حتى كان باين عليكم يعني ان يا عايزه يا عايزه تسيب الراجل في حاله. هو لو كان عايز يقول لنا على حاجه كان زمانه قايلها من بدري يعني، بس هو واضح ان الحكايه يعني حلوه. مالكش دعوه انت، سيبني انا وابني بنتكلم. قول لي يا عمري، ايه الحكايه؟ في بينكم حاجه؟ لا والله ما عارف يا ماما، مش عارف.
مامي انا خلصت. حاضر. عارفه لو كنت عامله اي مستيك هزعل منك جدا. مامي طيب طب بصي جود اقري في دول لغايه ما تجيلي يا حبيبتي ماشي. مش هرد عليكي انت في الحاله دي. انت عارفه ان انا راجل جنتلمان ما ينفعش ازعل واحده ست. هترد تقول لي ايه؟ تقولي ان بقالك شهرين ما شفتش ابنك؟ ما هنش عليك حتى تكلمه في التليفون؟ تقدر تقول لي خرجت معاه اخر مره امتى؟ كلت معاه امتى؟ تعرف عنه ايه اساسا؟ اعرف عنه كل المفروض ان انا اعرفه. واعرف كمان ان والدتي كل ما تشوفني تقول لي خلي نور يجي يعيش معانا. انت عارفه كويس قوي اللي عندي وعندها. نقدر نلبي طلبات نور بسهولة ازاي؟ واعرف كمان انك لو تعبت من اهتمامك بنور ومسؤوليتك ناحيته تقدري تقولي ده بمنتهى السهولة، مش محتاجة كل اللي انت بتعمليه ده. هو ده كل اللي انت فهمته من كلامي؟ انت ازاي متخيل ان انا تعبت من وجود نور في حياتي؟ انا بقيتش فاهمك يا فرح، بقيتش عارف انت عايزة ايه. افتكر ان انت كمان مش عارفة انت عايزة ايه. عايزك تحس بابنك، عايزك تخليه ما يحسش ان هو يتيم وانت لسه عايش. هو ده الكلام بقى اللي احب اسمعه ولا بصدقه. بص يا فرح من الاخر كده، انت كلمتيني في التليفون وقلت لي تعالى عشان عايزين نعمل باسبور لنور، تمام، مع ان الموضوع ده كان كله ممكن يخلص في التليفون، بس تخليني اسيب كل اللي ورايا واجي علشان تقعدي تزعقي فيا وكمان الولد في عيد ميلاد واحد صاحبه، ده مش مقبول خالص يا فرح خالص. ما تسيب الزفت اللي في ايدك ده. ما تهدي شويه يا فرح مالك، احنا مش خلصنا كلام ولا ايه؟ وبعدين كل النوتيفيكيشنز اللي بتيجي على الزفت ده تخص حمزه الصراف. ماله حمزه؟ حمزة، حمزة، حمزة أنت كويس؟ يا حبيبي والله العظيم أنا كويس. مالك يا واد خايف كده ليه؟ هي أول مرة؟ لا مش أول مرة، بس المرات بقوا كتير أوي. أنا خايف لا تموت زي ماما وياسين. يا واد بعد الشر عليه، فلا لا ولا فعلك، ده زي القطط بسبعة أرواح. طمني عليك يا واد انت كويس؟ حبيبتي والله العظيم انا كويس، لسه كانوا بيكشفوا عليا دلوقتي حالا. اهم حاجه بس انت طمني سامح وابوكي، هو اكيد قلقان ومش عايز يبين. حاضر يا حبيبي، قول لي انت هتيجي على هنا ولا هتيجي على بيتك؟ بيتي؟ لا راجع عليكم، بس لما اشوف الهانم اللي سايقه فيها دي. انهي هانم فيهم بقى؟ داليا ولا فرح؟ لا داليا طبعا، لا فرح دي محتاجه لها قعده، بس لما اقول لها. طيب تيجي بالسلامه. ماشي يا حبيبتي، مع السلامة. باي باي. هو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا بابا كويس زي الفل. طمني يا حبيبي على اخوك. Thank you.